طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. حلقة اليوم بعنوان شهادات الناس حول مجزرة جبلة في بابل. دعونا نتابع ردود فعل الناس بمنطقة جبلة بمحافظة بابل حول هذه المجزرة التي نفذتها قوات سوات التابعة لوزارة الداخلية. طبعا الشهادات وردود الفعل جاءت في برنامج مع الناس الذي تبثه قناة الرافدين. خلونا نتابع المقطع الأول وماذا قال الناس. نصيبه يتحمل مسؤولية، شلون نصيبه ضابط وهذا رهابي؟ أمو شلون يصير؟ شلون يصدقون بيه؟ هو لو اكو عقل صدق واكو حق صدق واكو ناس استخبارات تشتغل صدق، هذه المفروض يعرفونها راسا انه هذا عمليه مفبركه، هذه مقصوده، هاي دعايه كاذبه، هاي اخبار كيديه، والا شلون هو لا هذا المقدم ما ادري نقيب نسيبه وماخذ اخته ما ادري بنته والله ما اعرف ايش ماخذ من عنده. الحين ماخذ اخته. اي شلون ماخذ اخته وشلون هذا ارهابي؟ لا شلون منطي اخته؟ وين كان عنا هاي الفتره صار 18 سنه؟ بالفعل وين كانت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية خلال 18 سنة؟ إذا نسيبه ضابط واتهمه، طبعا يوم الحكومة نفت كل الرواية اللي تحدثوا بيها من البداية بأنه مرة يقولون إرهابي ومرة يقولون عليه تاجر مخدرات. اليوم الحكومة اعترفت بأنه القضية قضية خلاف عائلي تحولت إلى مجزرة ولكن بأيدي قوات تابعة إلى وزارة الداخلية. طبعا هناك حديث عن تغيير مسرح الجريمة، حيث كشف مسؤول بارز في العاصمة بغداد اليوم الأحد عن آخر تطورات التحقيق في جريمة إبادة عائلة كاملة مؤلفة من 20 فردا بينهم 12 طفلا في بلدة جبلة شمالي محافظة بابل الواقعة جنوبي العاصمة بغداد، والتي على إثرها قررت الحكومة إقالة قائد شرطة محافظة بابل ومدير وكالة الاستخبارات فيها واستدعاء ضباط وعناصر أمن للتحقيق. طبعا تتواصل في العراق موجة غضب وتنديد واسعة بالجريمة التي كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جهاز الأمن الوطني للتحقيق فيها وخوله الصلاحيات بعد ثبوت تورط قوات الأمن في قتل العائلة بناء على معلومات مضللة كما قالوا قائمة على مشاكل عائلية سابقة. اليوم الأحد كذلك مسؤول في وزارة الداخلية في العاصمة بغداد تحدث إلى صحيفة العربية الجريد وقال بأن لجنة التحقيق المكلفة بالجريمة تواصل عملها، ووصل اليوم فريق أمني إلى المكان وتم اكتشاف تفاصيل أخرى تشير إلى محاولات من قبل القوى المتورطة في الهجوم وفي هذه المجزرة لتغيير مسرح الحادث والعبث بجثث الضحايا قبل انكشاف الأمر، وكذلك قيام أحد الضباط بتضليل مراسلي وسائل إعلام بإرسال تفاصيل غير صحيحة عن الحادث، وهي بأن رب الأسرة قتل عائلته ثم انتحر بعد محاصرته. أضاف المصدر بأن الأمر جريمة مركبة، القوى المتورطة هي من وحدات السوات واستخبارات وزارة الداخلية وتحركت من دون أوامر كما يقول بناء على علاقات بين ضابط وهو قريب العائلة المجني عليها وضباط في وحدة مكافحة المخدرات وأدت إلى هذه الكارثة. هل يعقل بأن قصف لمدة ساعات ومجزرة ما يعلم بها وزير الداخلية، ما وصل لباص يعني أنه هناك قوة من سوات واستخبارات الداخلية تحاصر بيت في جبلة في جبلة في بابل وانقتل وهناك قصف وهناك ضرب، معقولة وزير الداخلية ما وصلت معلومة؟ ووفقا للمسؤول ذاته فإن التحقيقات الأولية كشفت بأن ثلاثة من أفراد العائلة قضوا بطلقات نارية، أما الباقون فقتلوا نتيجة استخدام أسلحة متوسطة من بينها قذائف مضادة للدروع قضت على من كان داخل المنزل. كشف عن اعتقال عدد كما قال من الضباط والعناصر الأمنية المشاركة في الهجوم وأشخاص مشتركين في بغداد بالجريمة، بينما هناك عدد آخر ما زال خارج السيطرة وتم إصدار أوامر قبض بحقهم. وأوضح بأن الضابط
الذي وقعت المجزرة بسببه ما زال هاربا إلى جهة مجهولة. خلونا نشوف مقطع صوره أحد عناصر أو ضباط السوات قبل أن يقوم بحذفه من حسابه الشخصي، لكنه انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، ويوضح حجم ويعني الجريمة والمجزرة اللي حصلت في إجبلة. ناخذ فيديو القصف. سيدة هاي وحدة ورا الكنتور، ورا الكنتور عم كاتب. اي ورا الكنتور. نعم طبعا مشاهد مروعة لمجزرة جبلة. معنا مجزرة جبلة، معنا أبو قحطان من صلاح الدين. تفضل أبو قحطان. الله يسلمك أخوي العزيز. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويخليك. الله يسلمك. الله يسلمك. والله يا أخي العزيز أستاذي. نعم أستاذي شلونك أمورك؟ إحنا أنا هسه لحاجيك من المخيم مال عربة دايشي. ماشي احكي لي بالبداية بعدين احكي. بس اسمع لي أبو قحطان، هناك مجزرة وقعت في جبلة ببابل، راح ضحيتها 21 إنسان، 12 طفل ونسوان راحوا بيها. اسمع لي من الموبايل رجان، اترك لي التلفزيون رجان، اعطيني رأيك بهاي المجزرة وبعدين احكي قضيتك الخاصة. المجزرة كل الناس تدري بها وعارفيها وعلى المجازر هاي، ولا 21 نفر عائلة المردة خلاص. احنا اشوفني انا وياك استاذ. نعم استاذ، احنا صار لنا تقريبا 9 سنين احنا بالمخيمات كتلنا البرد ولا غذائية لا نفط. جانا 1.5 مليون من الموقف السني، اسم الوقف السني، انطونا 1.5 مليون كل عائلة الهجرة، انطوا 100 عائلة وهزوا. احنا 2000 عائلة بالمخيم مال عربة داشتي من مناطق يثرب صلاح الدين. ولا عوضونا، اروح على بيتي ادى بيتي مطحون ذكاء. وين انطي؟ وهذا مستقبل الاطفال، المدارس انحموا من المدارس يا اخي استاذ، وظلمت قتلنا البريد ولا الاكاظمي ينظر علينا، حائرين بالبوب وحائرين بالنحب وحائرين بالتشغيب. احنا خاف مناطق سنية فقط ما دايرين نبال. احنا نازحين شيعة والله لا ينظرون علينا، بس احنا على مود احنا قاضي رب العالمين. الكاظمي ما داير بال دي العبادي وجذاك يا حيدر المهدي وجي الكاظمي، ولا كان ينظرون على المخيمات. يعني انتو حاليا ابو قحطان ما تقدرون ترجعون لمنطقتكم. انت قلت لي انتم من يا منطقة بصلاح الدين؟ من يثرب منطقتنا. نعم. مش ما منطقتنا مفتوحة، اروح ابقى البيت مالي مطحون للقاح. وين اقعد؟ نعم. وين اسكن؟ طحنتك هم طحنوه، ما داعي تشلم، داعي تشلم قدامنا، ثلاث اشهر وراح. هي الحكومة بلشتها، لا تقول لي تمون داعش ولا داعش بتخط على المناطق السنية، تهديم مناطق السنية، وغاد امريكا جابتها هم متفقين بيناتهم، عدم المناطق السنية طلعونا. حتى رجعون على بوداتنا كتلنا البريد يا كاظمي. يحس انت شعلا انت ريس وشعبك هايد، شعبك هايد. مخيم بهربيد، مخيم بكلب، مخيم بعرفة السليمانية كتلنا البريد، لا نفط لا غذائية لا شيء. الناس اتباكة ما تخافون، الله يضربكم ضربة يخيازيكم. انظروا ما تخافون، هم فكروا بعوائلكم من قبلتونا بهالبريد. الله يعينكم. نعم الله يعينكم والله يفرج عنكم. أبو قحطان من صلاح الدين كان معنا. أبو عراق من الأنبار، تفضل أبو عراق. أبو عراق تسمعني؟ نعم
يبدو أننا فقط اتصال مع أبو عراق من الأنبار. طبعا وصل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري اليوم الأحد إلى محافظة بابل. خلونا نستمع لما قاله حميد الشطري حول مجزرة جبلة. خلنا نستمع له. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء المحترم بالإشراف على التحقيق على جريمة النكراء التي وقعت قبل أيام في هذه المنطقة والتي راح ضحيتها عائلة آمنة، عائلة بريئة. إلى ذلك قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق مهدي تقي لصحيفة العربية الجديد بأن الجهات الأمنية العليا مطالبة بسرعة الكشف عن تفاصيل التحقيقات أمام الرأي العام، فما حدث ليس بالأمر الهين بل هي مجزرة حقيقية بحق عائلة عراقية كاملة أصبحت قضية رأي عام. وأضاف تقي بأن نتائج التحقيقات يجب أن تكون بشكل مهني وبعيدا عن أي ضغوطات وتدخلات من أي طرف سياسي كان أو حكومي، والحقيقة يجب أن تكشف المقصرون والمتسببون بهذه المجزرة، يجب أن يحاكموا ويعاقبوا وفق القوانين العراقية النافذة. طبعا رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري أشار إلى أن هذه مجزرة راح ضحيتها عائلة كاملة، عائلة برية. طبعا تابع نأمل ألا تؤثر الضغوط على مجريات التحقيقات وكذلك محاسبة كل مقصر ومتسبب بهذه المجزرة مهما كان موقعه الرسمي أو السياسي، ونحن كقوى سياسية سنتابع هذا الملف بكل دقة، فلا يمكن التهاون هكذا بأرواح المواطنين. طبعا الحادثة أثارت الرعب في العراق خصوصا بعد تضارب المعلومات عنها والرواية الحكومية التي في البداية أعلنت بأن صاحب الدار تاجر مخدرات وهو من قتل عائلته بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية، لتبين التحقيقات الحكومية كذلك والرسمية بأن ما حصل هي مجزرة وليست كما أشيع في البداية بأنه تاجر مخدرات قام بقتل عائلته. طبعا مفوضية حقوق الإنسان في محافظة بابل عدت الجريمة بأنها إبادة جماعية، وتحدث عبد الحسين الخفاجي المتحدث باسم المفوضية في بابل بأن الجريمة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. أزهقت أرواح أبرياء لم تثبت إدانتهم وليس لديهم أي جرم ولا توجد مذكرات قضائية بحقهم. أكد في تصريح متلفز بأن الحادث بحسب الشهادات كان نتيجة خلاف شخصي مع أحد أقارب الضحية، والقوة استغلت المنصب والرتبة، وبين بأنه تمت إبادة ناس أبرياء من دون ذنب ولا أمر قضائي ولا جرم، وقد تم استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة في العملية. خلونا نستمع إلى شهادة ثانية من أهالي المنطقة في مدينة جبلة في محافظة بابل. نتابع. لقيت حادث ساير على السريع، لقيت الجيش والشرطة ملتمين. الجيش والشرطة يابا ينازعون، قال لهم والله نخاف. يابا شنو تخاف؟ يقول لك نخاف. يابا خابروا خل تجي دورية خل تشيل هاي الناس تراعص بالشارع. يقول لك والله أنا خاف. زين إذا دولة تخاف لعد أنا شنو هو؟ شيلوهم بس خل نسعفهم. يعني صيحون هذا وليد منعتهم ناجي منعتهم، يعني شاخط تخسون يا الدولة يا الحكومة تخسون، بس شيلوهم. تجي الناس تقول لك أنا خاف الصيعة مبتلي، الشرطة تقول لك أبتلي، الجيش يقول لك أبتلي، لعد إحنا وين نروح؟ يعني حتى إنقاذ الأطفال والنساء يقول لك الجيش والشرطة يقولون والله إحنا نخاف، ما لنا علاقة، ما لنا علاقة، عادي دم إنسان 5 10 20 واحد يروحون ويصيرون في طي النسيان في بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق بعد العام 2003 ولغاية الآن. معنا اتصال عبد الله من جبلة. عبد الله من جبلة من بابل، تفضل عبد الله احكي لنا شنو اللي صار. شلونك استاذي؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله. شلون الصحة؟ يا اهلا بك، الله يسلمك ويخليك. والله استاذي نعم دول ناس كذابة. تفضل. والله استاذ دول ناس كذابة. شلون؟ ما ايحاء من المواطن، لا هي طاقتنا بالكيف. شلون يعني بالله شو الفنة؟ ما يحامون استاذ دولة، هاي كله حكي شنو اللي صار؟ انت احكي لنا. الجمعه شلون الجمعه انا من كل
اجاء امر لا شيء. ايه ما شغلتنا تعبانه والله استاذ. احكي لنا، هم تدري بالبدايه قالوا والله تاجر مخدرات، قالوا ارهابي، بعدين الحكومه طلعت واعترفت بانه القضيه نسيب الضابط متعارك وياه. نعم كذب استاذ، لا مخدرات ولا بكر. نعم هذا نسيب ضابط وهجم عليه. اي استغل الوظيفه مالته. نعم هم اخواننا ذول يصيرون. يا ريت نص التلفزيون. نعم نص التلفزيون نصي، واحشي لي من الموبايل مباشرة نصي للأخير، للأخير نصي. نعم اي عبد الله، عبد الله انقطع اتصال مع عبد الله من جبله. عبد الرزاق من بابل، برأيك أخي عبد الرزاق، احنا استمعنا إلى بعض الشهادات اليوم والبارحة وكذلك خلال النشرات ومن خلال برنامج مع الناس اللي يعرض على قناة الرافدين، واعتراف الحكومة بأنه اللي صار مجزرة، اللي صار أنه عائلة كاملة راحت بسبب ضابط، ضابط ضحك على وزارة الداخلية كلها، جيش هذه الوزارة لأن عنده مشكلة ويا نسيبه، مرته زعلانة عنده مشكلة ويا نسيبه. تخيل أنت ضابط، وطبعا هو مو برتبة كبيرة، مو تقول مثلا اللواء وكذا، بحسب ما أشيع يمكن هو رائد أو مقدم، زين إذا ضابط يضحك على وزارة الداخلية، إذا تصير مجزرة وقصف لمدة ساعات بحق عائلة وزير الداخلية، وين كان عثمان الغانمي؟ تفضل أخي عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. دكتور بالنسبة لهذه الجريمة صراحة ينبئها جميل البشرية والإنسانية، لأنه هذه الجريمة بشعة. نعم. وقتل عائلة بأكملها هذا صراحة يثير الشجون، يعد نفس كل إنسان شريف. لكنه يا دكتور تناقضات بالإعلام الأمني بين المحافظ وخلية الإعلام الأمني، هذا يقول جريمة جنائية وذاك يعني مطلوب للإرهاب، ويعني حتى من يعني أبناء المنطقة يعني تناقضات لحد الآن، يعني إحنا ما وقعنا على الخبر الصحيح. لا 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 أخي عبد الرزاق، الأمر أصبح واضح وبتصريح من الحكومة. الآن الحكومة نفسها نفت الرواية الأولى التي روج لها، مرة تاجر مخدرات مرة إرهابي، اليوم طلع حميد الشطري مدير وزير الأمن الوطني وقال بأنه قضية عائلة كاملة بريئة راحت بسبب هذه اللي صار، إنه ضابط، ضابط عنده مشكلة عائلية مع هذه العائلة، مرته زعلانة، جيش وزارة الداخلية. الأمر أصبح واضح اليوم، أصبح واضح الأمر بتصريح الحكومة. نعم يقول إذا نعم بكتور، إذا الحكومة ثبتت هذا الشيء بأنه جرم من قبل القوات الأمنية، فيتحمل كل المسؤولية هو رئيس الوزراء اللي نصب هيجي قادة وهيجي عسكريين. يعني الدعاوى القيادية المفروض تنتهي، واستغلال المناصب الوظيفية المفروض هذه تنتهي، لكنه ما زال قائم هذه الأمور، فعلى رئيس الوزراء أن يتحمل كل قطرة دم سكت من هذه العائلة ومن كل قطرة دم سكت من العراقيين. الشيء الآخر يا دكتور بالنسبة للوزير يقيم قائد الشرطة، إذا كان الوزير واللي هو مسؤول على كل القطاعات وضمنها شرطة بابل، فالأولى بالوزير هو اللي قدم الاستقالة مالته إذا كان هو شريف وحريص على بناء العراقيين. هل قادرة الحكومة على محاسبة من ارتكبوا هذه المجزرة برأيك؟ لا دكتور، لا دكتور، دولة يعني حامية حرامية. نعم منو اللي يحاسبهم؟ يعني ما هم نفس ما حد يغفل الآخر، وإلا هذا الجريمة لو غير بلد، لو غير دولة، لا مو الدولة كلها يعني تسقط، لكنه هو الدم العراق مع كل الأسف رخيص بوجود هذه من الطبقة الفاسدة اللي حكمت العراق
ومن دماء الى دماء، ونسال الله ان يحفظ العراقيين امين ويحفظ بلدنا. تحياتي لك. شكرا عبد الرزاق من باب الكلام معنا. ابو عراق من الفلوجه يعاود الاتصال، تفضل ابو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الرحمه والخلود الى شهداء العراق والى شهداء جبله. امين. الناس الابرياء اللي راحوا ضحيه هيك بدم بارد. والله والله قلوبنا متمزقه استاذ عمر. والله 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 فلا نقدر نسيطر حتى على انفسنا. اسالك بالله استاذ عمر، هاي الجريمه لو صايره باسرائيل، صار باسرائيل هسه. مو بلد اسلام استاذ عمر. احنا لو ما نقول الدقه العشائريه يعني عليها، هاي هسه اصبحت دقه عسكريه. شغله مؤامرات يا استاذ عمر. نعم. ابو جهاز المخابرات بكيفه، ابو الامن واحد يشتغل، كل من قام يشتغل العدله. احنا نرجع ونقول مو تحت حكومه. يا استاذ مغفر قبر امي، انت كم تحقيق قبلك الوزراء؟ كم تحقيق في الارض؟ شنو النتيجه اللي سويته وشنو هو؟ اياهي يعني اخر وحده مال بيتك انت قصفوك، شنو اللي سويته؟ استاذ عمر. نعم. والله ذولا استفحلوا بعض، ما حد يقدر عليهم. وأعطيك من الشعر بيت، ترى كلهم هسه الله وكيلك يتعاطون، خاف يقول لك نلزم شبكه، ترى هم جاي يتعاطون ويطلعون. ولا 20 نفر ما خفتم الله. حتى لو كانوا خمس فيهم عندهم جريمه، ماكو قضاء، ماكو قانون. انت بلا حق تفوت على البيت وترمي وتقتل ناس ابرياء. والله يا استاذ عمر ارجع واقول لك العيب الشعب، لان يعني الشعب راضي عليك وخاف على بالك تنتهي هاي المسرحيات مالتهم. هاي بعد راح تزيد استاذ عمر بعد، لان يعني استفلت أغلبية الشعب ما يرضى عن هذا الظلم. أبو عراق، أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة كان معنا. طبعا من جانبه دعا شيخ عشيرة المجني عليهم الشيخ طريف الغريري رئيس الوزراء إلى التدخل ومحاسبة المجرمين مشددا سنقتص بشدة من الذين نفذوا الجريمة. من جهته انتقد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شينغالي، انتقد الصمت عن المجزرة وقال في تغريدة له على تويتر: جريمة قضاء جبلة لو حدثت في أي دولة أخرى لقدمت الحكومة استقالتها أو على الأقل جميع الوزراء الأمنيين في الحكومة، ولكن في العراق أرخص شيء هي حياة المواطن وكرامته. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. خمسة ستة، أنت كتلكم وكتلتوهم، بس من هيجي 20 جاهل تدخل، ماكو هيجي، عمره 15 يوم، وليد ولدناه 15 يوم، ذاك اليوم ولدناه 15 يوم عمره. كاظم عيادة الغريري يعني هو منتمي إلى تنظيم القاعدة سابقا، ومن بعدها التحق بتنظيم داعش. كان مطلوب للقوات الأمنية، وقامت القوات الأمنية فور علمها بوصوله بالتوجه إلى المنزل، ولكن للأسف هذا الإرهابي قام بالإقدام على المواجهة مع القوات الأمنية، ومن ثم بعد ما عرف أنه هو محاصر ولم يكن أمامه سوى أن يستسلم أقدم على قتل كل أفراد عائلته للأسف الشديد. والله كذب، أكو بهالصحراء بيته خايسة، سيارته خايسة، خبز ما يشبع، عنده راتب مال عاطلين عند العمل عايش بيه وولاده. هو رجال فلاح يعني اليوم سوى تاجر مال مخدرات. والله 20 كلهم قاتلين، وبدوش قاتل الصواريخ
يا تبناك مفلشينا بالصواريخ مفلشينا. هي البارحة الهان يقولون أبوه الكاتب. لا والله مو أبوهم، كذب كذب والله يحبهم يموت عليهم، كذب مو أبوهم. هذا اللي طلع هاي السالفة هذا يريد يطلع منها، اللي داز الخمسين همر البارحة يريد يطلع منها. هذا رجل فقير ما يملك شيء، مستضعف ما عنده كل شيء. غير اللي مفهمكم يعني تدزون قوة من بغداد، يجيبون قوة من بغداد وتجي تكتله وتمشي. داخل المحافظة لا يوجد مؤشر معين على هذا الشخص اللي هو المجنى عليه، لم نجد بينهم من المطلوبين. الحادثة هي إجمالا حادثة جنائية بالمعنى الدقيق، أكثر مما هي حادثة مثل ما روج لها حادثة إرهابية. ليش يجي ليش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الظالمين وعلى التلوى وعيالهم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو وجدان من الانبار، تفضل ابو وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اخباركم ان شاء الله طيبه يا ربي. يا هلا بك، تفضل. تشوفون هالجرائم هاي المستمره بالعراق ويروح ضحيتها الاطفال والنساء فانا بس بدي اقول كلمه واحده، اقول قفوهم انهم مسؤولون. نعم. قفوهم انهم مسؤولون. وقفوهم انهم مسؤولون. نعم. يا ريت تنصلنا التلفزيون ابو وجدان، نصلنا التلفزيون للاخير. قفوهم انهم مسؤولون. شوف علي. يطلع برتب عالية ويطلع بكذا والله كذا، هو كتل اطفال. اكو واحد يشوف طفله ينكتل، اكو واحد يشوف الدم من طفله ينجرح، هيك ينجرح جرح بسيط اذا ما ينجرح هو بقلبه. ماكو هيك والله رجل مهما كان مخمور او غيره او غيره او مجنون يقتل عائله كامله. يطر فيهم عيالي تطفر الباب من الشباك، المره تطفر، لكن هاي فبركات فبركات. نعم. إيه الله كريم. بس محافظ باب المشكور قال ما علي أي مؤشر ببابل. نعم. ما علي مؤشر، يعني على كل الله يرحمهم والله يهم أهلهم الصبر والسلوان. آمين. ومنطقة كاملة منطقة كاملة برتهم برتها، قالت ما عنده أي رجال فلاح. نعم. يعني ما الله ما أدري شلون الميزان قاعد يدق وياهم، ما أعرف. إلهم الرحمة. وأنا أشكرك أبو وجدان من الأنبار كان معنا. خلونا نشوف ونتابع الشهادة الثالثة من سكنة منطقة جبلة في بابل حول هذه المجزرة. نتابع. حاسبهم قوات منتسبين أنت مسؤول عليهم. والله استقيل، والله هذا قل الكاظمي، والله استقيل استقيل. عائلة كت يعني عثمان القانمي وزير داخلية هو محاسب على هذا الشيء، هو وزير داخلية محاسب على هذا الشيء. عائلة تقتلها وزيرة هي وزارة الداخلية قتلت هاي العائلة، عائلة كاملة قتلتها، والكتلة ما طلع برا عمي، ما شرد، ما قتلت طبت لنا عصابة ويكتبون عليه إرهابي. خلي ينطونا ذنب شنو إذا هو إرهابي. نعم، معنا اتصال أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي لقناة الرافدين. يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك أخي. مو للعراق من 2003 جابوه احتلال أمريكا وإيران وديول إيران اللي يقولون علي إرهابي، لو ويا داعش لو. أخي أنتوا يعني أمام الشعب العراقي، أنتوا العراقي أنتوا ناس مجرمين. أنتوا يعني أنا شايف يعني اللي فوق قرايبه يروح يجيب عليه عصابات كتله، مو حكم عصابات كلهم عصابات. فأكيد دول اللي طبوا هاي الأسوات، واحد طلع يتكلم يعني قبل شوية شفت زباوة أكو واحد يتكلم ويا هذا المهم بس يقول إحنا عن حكومة، الحكومة قالوا إحنا نخاف. أخي هاي القوة اللي من تريد تعتقل أو تقتل يروحون على الحراس مثلا من منطقه سيطره يقولون احنا راح ندم هذا البيت وراح نقتله راح نسوي مجزره. انت ما لكم لازم. فاخي اتفاقيات الجيش والاحزاب وكل الحكومات
زين انت هو هذا مو كيبك يعني انت ويا عداوه شنو ذا اللي يبغاه الاطفال الخطيه هذا الا ذنب الطفل بس اخي هاي واضحه يعني هم كل ما يقتلهم اول مره قالوا ارهابي النوب قالوا لا مو ارهابي اكم اثناهم يعني انتوا اللي اكتشفتوا الو وياك ابو ياسين اسمعك الو نعم اسمعك شنو انفسكم اول مره قلتوا علي ارهابي النوب بالكا اللي قتلوهم انكم اشتاهم فاخي هي مرسومه على زين ابو ياسين هل يعقل عمليه بهذا الحجم وبهذه القوات تحاصر بيت ما يدري بها وزير الداخليه ما يدري بها يعقل هذا الشيء لا اخي هو قلت لك من اسئله لحد هي اخر مجزره كلها بامره الحكومه يعني من يجيهم واحد يقول لهم راح انتوا مجزره بيت منطقه يوقعوا له مثل ما يوقعون توقيع صغير لان هم اولاد الاحتلال هم يريدون هو مو قال بوش القرد هم هذول اولاده قال يسوي العراق 5 ملايين شلون يسوون 5 ملايين غير بهاي المجازر اللي يقتلونه راحوا مال الساريه الجامع الساريه قالوا عليهم بعثيين مال الموصل قالوا عليه داعشين مال فلوجه قالوا قاعده هو اخي تعددت الاسباب والموت واحد نعم فاخي يعني هي هم عباده الشعب يريدون يعني عود هاي اخر وحده بعد مجازر هاي الحكومه اللي يكون الشعب يلا يرتاحون وانا اشكرك اخوي شكرا جزيلا لك ابو ياسين من بغداد معنا صباح من بغداد صباح يعني خلينا مع بعض نستمع الى الشهاده الرابعه وبعدين نسمع رايك وتعليقك حول المجزره اللي صارت في جبله في بابل نتابع بس بدي اقول لك شغله واحده انت من تجيب لي مدنيين اثنين وتجيني للبيت وتتعدى على عرضه شو اسوي لك امس عليك بكلينس لا شو اسوي لك انت ادري انت طبعا اضربك تتعدى على عرضه طبعا اضربك زين انت والله شنو تضرب شرطه اثنين تروح تجيب لي هاي العالم وتقتل كم مال اطفال بذنب منو يعني شنو اللي نسميهم هي قوات الامنيه عمي انا اقول لك الموضوع نسميها الميليشيات الامنيه احسن ولا نسوي القوات الامنيه ماكو هيك شيء تقتل اطفال والله شنو على مود مره على مود نساء ما تضارته انت ذا بقوه زين شنو الطفل ماتوا وحده ماتوا وحده وغرفه وحده زين انتم زين انتم من الصور تقول لي هاي هذا وراك كنتور كاتله هو شنو كاتله هو بهذا اللي يقتله هو يعني هو ابو يقتل هاي العالم كليتها يقتل ولد بناته كلهم يقتل ولده يقتل 20 نبر يقتل جاهل عمره 10 ايام مو اللي قرب هيك يعطيك كله طفل عمره 10 ايام شنو هالظلم هذا ليش هيك ليش شنو ذنبها يعني تجي هناك قال لازم سيطره يعني طب ليه جاي جيت المغرب يقول لي ارجع من يمك ارجع ممنوع هذه طب ليه جاي نعم صباح من بغداد تفضل صباح وعليكم السلام ورحمة الله طبعا هاي الحادثة لا هي الأخيرة وأكو حوادث راح تصير وترتكبها الحكومة احنا نعرف ان وزارة الداخلية وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية القمعية كل المخترقات من قبل الميليشيات وناس طائفيين يعني أقدر أجزم لك 50% من هذول المنتسبين بكل الوزارتين والأجهزة الأمنية ناس رايحين على الراتب لكن 50% الثانيين كلهم تابعين إلى الميليشيات وناس دمويين وشوف هاي الجرائم المتعددة السابقة يعني منو ارتكبها ارتكبوها هم الجيش والداخلية هاي الجريمة يعني شنعاء يعني من يقبلها طفل رضيع يقتل بسبب شنو عدة ادعاءات مرة تاجر مخدرات مرة التاجر مخدرات هيك بيته بلوك وأثاثة تعبان مال الإنسان فقير يستلم راتب مال عاطلين عن العمل وتعرف أنت الرواتب هاي مال عاطلين عن العمل تمر بالأمن الوطني الهوية مالته وبيها موافقات أمنية اللي يعطوه راتب عاطلين عن العمل وضعية بيته وهيئته مو مال إنسان يشتغل بالمخدرات مثل ما حكى الإعلام الحكومة بدايتها ثانيا قالوا أكو مطلوبين يمها ماكو أي مطلوب يمها مشكلة عائلية النسيبة متنفذ بالدولة تعدى عليه راح جاب سوات عليه أسوات شلون تطلعون بدون مذكرة أمر إلقاء قبض أو من قضاء الموجود ببابل أو موافقة مدير استخبارات شنو هذا النسيبة الضابط اللي هو يمكن رتبة مقدم هذا إلى تأثير على وزارة كاملة لو الأمر يعني طبيعي استخدم نفوذه الموجود بالمنطقة وجاب السوات عليهم لكن السوات من إجيتوا أنتوا ناس قتلة مجرمين
انتم مو حامين الارض والعرض، انتم ناس ميليشيات. هاي الميليشيات الحكوميه اللي تابعه الى وزاره الداخليه هي سوات، المفروض بين ما تحلون الموضوع تطلقون المنطقه. واكو اكو اكو جيش وداخليه موجوده، سيطرات بجبله منتشره بكل مكان والاستخبارات موجودين، ليش ما القيتوا القبض عليه وجبتوه الى مركز شرطه وحققتوا اياه؟ شنو هالقوه هاي تطلع الدمويه اللي تضرب البيت عن مسافه؟ واحنا شفنا الاطلاقات الناريه موجوده في بناء البيت من الخارج، يعني جايين يريد يقتلون وصفون العائله كامله 20 نفر. نعم. 20 نفر يتم قتلهم بالكامل، اطفال تقتل ونساء تقتل، من سواها؟ يسووها داعش الارهابي يسويها، ويسووها الحشد الشعبي، ويسووها المنتسبين اللي نسبتهم 50% ناس مجرمين وقتله، هم ذولي كلهم مجرمين وقتله، ويحميهم القضاء العراقي، ومصطفى الكاظمي هم يحميهم، لان هو ما قدر يحمي بيته من هذول الميليشيات الموجوده بالاجهزه الامنيه ووزاره الداخليه، ضربهم بيته مسيرات وموجوده هم موجودة نساء مصطفى الكاظمي وأطفاله وأولاده، ما قدر يحمي نفسه وعرضه مصطفى الكاظمي من الدفاع من هاي الميليشيات الوقحة. نعم. أرجع لك صباح، يا ريت تبقى معنا. أبو صادق من بابل، تفضل أبو صادق. أبو صادق تسمعني أبو صادق؟ وعليكم السلام. تفضل عيني. أسمعك عيني. تفضل. خابرتكم على مود اكو نقطة عندي بالبرنامج مالكم. اي انا اسمعك، شو بي هذا المقطع؟ نقطة بالبرنامج. اي بها عندنا سجين يعني طلع باللقطات، فبقينا نرجع لك جواب. شو بي المقطع؟ المقطع مفقود عندنا، ولد مفقود من اقاربي. وين طلع؟ طلع بالبرنامج مالكم ذاك الاسبوع، خابرتكم انا اذا بيا تاريخ بيا برنامج، بهذا البرنامج؟ اي برنامج صادقكم. اي بيا تاريخ يعني هي بال 2021. اي ما تقريبا تقريبا 2012 هي. يعني انت تقدر ترجع تشوفها باليوتيوب صح؟ اي ارجع بالتاريخ وتدري هاي الصور عامة، هذه الصور عامة يعني موجودة في كل وسائل الإعلام وكذا، بس مع هذا دزلنا إياها وقول هاي الرابط مع الحلقة على اليوتيوب بهذه الدقيقة، وإذا تقدر تأشر علي ودزلنا إياها. أنا بس أعرف يعني يا سجل هو حتى نعرف إحنا، نقول لك وين دزلنا الحلقة على اليوتيوب حتى نعرف، أو التاريخ اكتب لنا على الواتساب، عندك رقم الواتساب؟ ايه. والدقيقة يا دقيقة طلع، ماشي عيني؟ أشكرك أنا أشكرك. نعم حياك أبو صادق من باب الكلام. نعم أخي صباح، يعني وزير الداخلية ما كان على علم بهذه العملية بهذا الحجم؟ بالطبع وزير الداخلية. نعم. عنده علم ويعرف ان هاي الاسلوب اسلوب ميليشيات واسلوب ارهاب، هذا ارهاب، لكن الاجراء اللي المفروض يتخذه يحاسب المسؤول عن القاطع، سواء كان امر فوج او امر سرية او المسؤولين عن الموجود او حتى القوة القلعة من سوات، المفروض يتم محاسبة من اعلى مرتبة بيها من امر الفوج وانت نازل. شلون طلعت هاي القوة مدججة بالسلاح على انسان اعزل؟ والدعم كله ادعاءات كاذبة، هذا اسلوب ارهابي مال الدواعش. وحتى العوائل اللي تم قتلها بكل العراق من يقتلون النساء والاطفال وابو البيت سابقا، سواء بصلاح الدين او بالموصل او بديالة او بغداد، هذا اسلوب، هو اذا اسلوب حكومي، هذا الحكومة جاي تتخذه، او الدليل هاي الجريمة مال الجبلة، هي هو نفس اسلوب داعش، نفسهم نفس الزي ونفس اللبس ونفس الهجوم، يهجمون يقتلون النساء والاطفال. فالناس بعد ما عندها ثقة بهاي الأجهزة الأمنية الإرهابية، الأجهزة القمعية، الأجهزة الطائفية، الناس قامت اللي تبيع بيوتها وتطلع تهج في سبيل يعوفوها للميليشيات والولائيين. والقضاء الغير عادل وينه؟ وين دور القضاء؟ المفروض يصير رد قوي من رئيس الوزراء والرئاسات الثلاثة، وينها؟ السياسيين السنة وينكم؟ المفروض وزير الداخلية يستقيل، والمحافظ يستقيل، ومدير شرطة بابل يستقيل، ويحاسبون كلهم على هاي الجريمة في سبيل ما تتكرر. لكن هي راح تتكرر وبوجود هيك ناس طائفيين، ناس مو أهل للحكم. صباح من بغداد كان معنا أحمد من السماوة. تفضل أحمد تسمعني؟ أحمد من السماوة.
أحمد، يبدو أن فقدنا اتصال مع أحمد من السماوة. أبو علي من صلاح الدين، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك عمي. رحمة الأهلك، رحمة الموتاك، وأني أشكرك جدا على هاي القناة، القناة اللي الله طوبه هي جواها عادلة. تفضل أبو علي. عيني هذه جريمة، جريمة بشعة، لا الله يقبلها ولا محمد يقبلها، وهاي الحكومة أصبحت هي على حال إسرائيل. نعم. الله وكيلك كلها مشتركة من الكاظمي وحط إيدك الآخر جندي الآخر شرطي كلها مشتركة، وهذا ظلم عمي ظلم، وعساها بحظهم وفقتهم وبجاه الرسول الكريم. نعم والله، وإحنا شو بدينا ندعي من الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل ظالم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم وبارك الله بيك، وبيكم تفضحون، وبيكم تفضحون شك واحد مسبب بهذه، وبيكم تفضحونه. ألف رحمة على والديكم ووالديك أبو علي. أنا أشكرك أبو علي من صلاح الدين، كان معنا أبو علاء من المحمودية. تفضل أبو علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا ريت تنص التلفزيون للأخير، يا ريت تنص التلفزيون للأخير. سعد عمر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الجريمة. يا أخي من طلعت قوة من بغداد للحلة، يعني ليش ما خاطروا بالحلة؟ قال شين هاي القوة وعلى يمن طالعين؟ إن كان رجال فلاح والله، وقفت على موقع بيته أنا شخصيا مشجف بيته بخشبات، يعني حتى لو هو إرهابي هم طلع إرهابي أجيب له قوة طوق بيته وطلع إرهابي، يعني طفل عمره 15 يوم. حسبي الله ونعم الوكيل، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني جريمة جريمة، حتى باحتلال العراق صار لنا 20 سنة العراق محتل، ما في جريمة، ما في جريمة. وهاي نقول نسلم أمرنا لله وحسبي الله ونعم الوكيل ونعم بالله. أبو علاء من المحمودية كان معنا. خلونا نتابع الشهادة الخامسة لأحد الساكنين في منطقة جبلة في باب الحولة، المجزرة اللي صارت قبل يومين. نتابع. احنا نستنكر هذا العمل الإرهابي، نقوله والله يعني حتى الإرهاب ما يسويه، يعني احنا جيران اقرب الناس عليه، يعني ما عنده اي شيء، يعني من اللي فوق له إرهابي، يعني إرهابي ولا فوق له مخدرات، يعني ماكو اي حاجة. احنا يعني ب 500 متر عندنا ماكو، ما عندي رجال بسيط يعني اللي يشتغل بالمخدرات، هذا بيته هاي سيارته يشتغل بالمخدرات، تجي قوه من بغداد اسوات ما شنو، يعني انت محافظ باب وينك لما تجي اسوات؟ مو لولا اشهاب هذا نسيبه من بغداد اي وجاي يعني شغلات عائليه يا حجي اي يجي منك ليه جاي تهدد عليه؟ ايش قال له هو؟ قال له باكر هجم بيتك عليك. الرجال ايش مدري هو عباله مدني وجته جاء امن وطني، هو جاء امن وطني دافع عن نفسه، عنده هو رشاشه وحده يجيك تلجال طفل عمي. ليش ما هو خابر اشهاب يخابر اسوات ويخابر الامه كلها، يعني 50 همر انا بصدر الشايد بالقران 50 همر جت حتى رادوا يدعمون، يعني ما لحق تنطيهم مجال، 50 همر جت احنا قاعدين يمها الشباب ايش رادت تشلع علينا من الضرب، يعني الله يساعد الطفل بالبيت. نعم طبعا مفوضية حقوق الانسان في العراق اكدت بان مجزرة جبلة شمالي بابل تعد ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية، وحذر عضو المفوضية علي البياتي من خطورة تداعيات التستر على ملابسات هذه المجزرة والمتورطين بارتكابها، واشار الى ان التصريحات التي صدرت من جميع الاجهزة الحكومية والامنية كانت متضاربة وغير واضحة، ما يعني التستر على الجنات تمهيدا لافلاتهم من العقاب كما حصل في انتهاكات سابقة، وهو الامر الذي يتنافى مع القانون الدولي. وأضاف البياتي بأن هناك خللا واضحا وإشكالية في عمل الأجهزة الأمنية والحكومية فيما يتعلق بوشاية المخبر السري، كون هذه الأجهزة تحكمها الطائفية والمحاصصة الحزبية. رسالة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم مسلم.
يقول الحكومة والميليشيات هي المسؤولة عما يحدث من جرائم بحق الأبرياء. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، أصبحت دماؤنا رخيصة بيد شلة مجرمة عميلة خائن الوطن والشعب. نعم، إذن تحدثنا في هذه الحلقة عن شهادات الناس حول مجزرة جبلة في بابل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.